أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. كثير من الأشياء اللي بنستخدمها بشكل يومي بينتهي فيها الأمر إلى سلة المهملات. من ضمن هذه الأشياء الورق. الورق هذا طبعا احنا ممكن نستغله بطريقة إيجابية جدا وأفكار مختلفة. أحد هذه الأفكار كان معرض في دار الحكمة، طبعا معرض دار الحكمة وجامعة دار الحكمة في جدة، اللي كانت بطلته شابة وتعلمت طريقة جديدة كيف تستغل هذا الورق من خلال الإنترنت وتحديدا اليوتيوب. احنا معنا اليوم ضيفة سيدتي الأخت هدى الصفدي، وهي بطلة هذا النوع من أنواع الفن الجديد. أهلا وسهلا فيك هدى. أهلا فيك، يعطيك ألف عافية وسعيدين تواجدك بسيدتي. وأول شيء احنا ظاهر امام الشاشه مجموعه من الاعمال الفنيه ليكي من خلال الورق، وهذا شيء جميل، لكن برضو احنا نحب نعرف من خلالك يعني كيف كانت فكره المعرض، كيف طلعت معاكي، ايش عملتي في المعرض؟ طيب، كيف، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف جات فكره المعرض؟ انا من زمان كنت احب احضر معارض فنيه، فكل ما احضر معرض اقول ان شاء الله في يوم من الايام حيكون عندي معرض الخاص. كان مجرد حلم، يعني حتى وقتها كان حلم شبه مستحيل. بعدين قبل ما تبدا هذه السنه، كان شبه مستحيل. طيب، كنت احس انه لسه يبالي شغل ووقت وكذا. لما الواحد يشوف شيء مستحيل، الاشياء البسيطه حيشوفها مستحيله. بس بعدين قبل ما تبدا هذه السنه في نهايه اجازه الصيف، قلت ليه ما ابدا في الجامعه، ليه ما اسوي معرض خاص بالجامعه. بس فصارت الفكره في راسي، قلت ان شاء الله انا حيكون لي معرض الخاص. يوم الخميس اللي قبل اجازه الحج بالتحديد، رحت للاستاذه حنان الغامدي، قلت لها انا ابغى اسوي معرض، وجبت لها نماذج معرض يخص الورق ولي من وراء السالة. انت من اول بتعرفي بتشتغلي على موضوع الورق ده؟ ايوه. وبتحطيه في البيت عندك. انت تعلمتيه بس في اليوتيوب زي ما قلت في المقدمة؟ أيوة. ولا تعلمتيه في اليوتيوب؟ أيوة. بس كنت تشوفي باليوتيوب ايش بيعملوا؟ ايوه، تعليم ذاتي يعني. هو الفن هذا اسمه اوريجامي، اكتب بس اوريجامي يطلع لي. ده ياباني؟ ايوه، هو فن ياباني اسمه اوريجامي، اللي هو طي الورق. بس اكتب دي الكلمة، شوفي العالم الابداع اللي بيطلع لك في اليوتيوب. انت اختاري الشكل اللي تبغيه، اشوف كيف بيعملوا البيسك واكون الشكل على طريقتي. يعني هو لو بيسك وبعدين انت بتكملي. ايوه. اوكي. ايش معنى ده اللي لفت نظرك؟ طب في انواع من الفنون يعني تهيألي ما هو فن سهل ده. هو فن يعلمك الاتقان والصبر وطولة البال. انت اخذتيها من جانب نفسي، والله برافو عليكي. طيب خلينا نشوف بس كده من خلال الكاميرا، نعمل جولة على الاشياء اللي انت عملتيها. اول شيء هنا في وز اشكال. ايوه، اللي هي البجعات. هذا بجع. اوكي، وهذا ايه؟ زي المياه يعني، بحيرة؟ زي كأنهم بحيرة يعني، عايشين في عالمهم الخاص. عشان المشاهدين منظري حيكون وحش، أخرب لك تعبك. أيوة، أها، والله عارفة، متماسكة ما شاء الله. أوكي، هل جلست فيها قد إيه؟ ممكن يومين تقريبا. تمام. دولة بجع في بحيرة يعني ولا أيوة في بحيرة كده، لهم عالمهم الخاص. حتى أقول لك أنه البجعة استخدمت يدي والورق فقط، ما استخدمت مسطرة ومقص دي الأشياء. صمغ ولا صمغ ولا اي حاجه؟ بس ورق. ايوه فقط. ايوه، عشان صمغ ولا 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 كل الاشكال زي كده. بس انه قبل المعرض اضطريت اني استخدم الصمغ عشان البنات او الحضور لما يجوا يمسكوه انه ما يتفك. لكن انا اصلا ما بستخدم دي الاشياء. رسالتي اللي بوصلها من دي المعلومه انه الواحد يقدر يعني يبدع وينتج المستحيل باستخدام الاشياء البسيطه المتاحه. يعني انا مثلا لو عندي ورقه وما عندي مقص او ما عندي قلم، واستنيت ما عندي مقص وحستسلم، ما حانتج حاجه. بس افكر استخدم يدي، ابدع، حانتج شيء يرضيني. و انا حروح لنموذج ثاني. اول شيء كمان ده حلوه، انت عامله ورده؟ ايوه، والله مره فظيعه. يعني انت ما بترمي الورق، انت صديقه للبيئه، ما بترمي الورق، انما بتحاولي انك انت تستفيدي منه. انا بس ابغى اروح لنموذج جدا عجبني. ده ايه ده؟ عروس وعريس بالضبط. فين المعازيم؟ احنا المعازيم. والله شكلنا على فكره، يعني انا عاجبني الموضوع ان انت حطالها طرحه. دي العروسه طبعا. ايوه، حاطه لها طرحه. استني اشوف لو عملت حركه كده ولا كده ممكن يطيح. اوكي، خليني كده معاها ماشيه بادب. طيب انت حاطه لها طرحه ويعني شيء عجيب. والاحمر ده ايه؟ انه زي فمها او زي فمها وشها وكده، يعني انه عشان يميز بين كل شكلها الابيض. انه شكل المميز هذا هنا وشها وعليها الطرحه. انا الفكره هذه شفتها الصوره في الانترنت، ما شفت الخطوات حقتها. فعجبتني الصوره، قلت ان شاء الله انا حسوي الخطوات بطريقتي، لان الحمد لله صار بهذا الشكل. لا وحلوه، يعني انت فكرتي فيها وما اقتبستي. انا عجبني كمان العريس، بس للاسف لابس بدله. طيب اوكي. هذا انت عملتي له البابيون وال ايوه
والله جميل ما شاء الله تبارك الله. يعني انا هذا نموذج عندي حتى الوردة خليها بناتهم عشان إيه لا يزعلوا مننا العرسان بالرفاه والبنين. طيب خلينا نتفرج على الأشياء الثانية اللي موجودة في الاستوديو. أنت أقول لك حاجة بأمانة، أنت عندك طولة بال. لسه بمزح كنت مع المخرج قلت له أنا من أول ورقة ممكن أعمل كارثة يعني. فأنت ما شاء الله كنت يعني صبورة وحمولة وأنت بتشتغلي فيهم. يعني بتستمتعي؟ بستمتع جدا. تمام. يعني بلاقي متعتي لما بسوي دي الاشكال، صحيح انها بتتعب وكل حاجه، بس يعني لما تشوف النتيجه في النهايه بتنسي كل التعب اللي عشتيه وانت بتشتغلي. حتى بتنسي الوقت. يعني مثلا انا دحين لو سالتيني قد ايه اخذت منك دي وقت حفكر قبل ما اقول لك، لانه خلاص شفت النتيجه عجبتني فنسيت مده التعب اللي صارت عشان اجيب ده الشكل. تمام. طب انت تخصصك ايه؟ علوم النطق واللغه والسمع. علوم نطق ولغه وسمع. إيه؟ يعني شيء اقدر اقول في الشرق واللي بتعمليه ده في الغرب. بالضبط. ليه كده؟ الحياة مجالات، فأنا ليه أحكر نفسي في مجال واحد؟ يعني حلو أني أتعلم من هنا ومن هنا، وممكن في النهاية أعمل ترابط بين كل شيء، ممكن بطريقتي. يعني ممكن صحيح أنا بنشوف تخصصي في مجال وده في مجال، بس ممكن في النهاية لما أبدأ يعني أشتغل كأخصائية نطق، مين يدري ممكن أستخدم الأشكال هذه في الجلسات العلاجية مثلا. ممكن يجي عندي مثلا مريض أو شخص حالة انا الاحظ انه عنده هذه الموهبه، اكتشف مثلا عنده مهاره، ممكن نشتغل مع بعض، شايفه ابرز فيه مهاره او انمي فيه موهبه كانت موجوده بس يحتاج لها احد انه يشوفها او طيب. اكيد انا اتفق معك، لان انا دراستي مختلفه عن عملي، لكن انا ربطت بين الاثنين. فانا اتفق معك وافهمك جدا في هذا الموضوع. بس فعلا انت زي ما قلتي، اداه نوع من انواع الفنون، بيعلمك الصبر، بيعلمك التحمل والى اخره، لانه فعلا يبغى له وقت. قد ايه مثلا قلتي لي يومين ثلاثه كده بتشتغلي فيها؟ وقد يومين ثلاثه اقل شيء عشان تسوي شكل واحد. اقل شيء؟ ايوه اقل شيء. عملتي اشكال كبيره؟ كبيره؟ لا تقريبا هذه هي الاحجام، هذه هي اكبر شيء. بتفكري انك تعملي اشياء كبيره اكثر ان شاء الله؟ ايوه ان شاء الله. ليش لا؟ ايش 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 ردت فعل الناس في المعرض؟ ردت فعل زميلاتك الناس ايش قالوا؟ يعني ردت فعلهم حقيقي الشيء اللي يفرح، اللي يثلج الصدر، يعني من صحباتي، من اهلي، من مسؤولين الجامعه، من مدرساتي. يعني ما في احد ما عجبه الحمد لله الشغل، خاصه انه كثير دعموني دعم ملموس، ساعدوني في الاشكال او حتى دعم معنوي. يعني مثلا صحباتي كفايه اشوفهم بس واقفين معي بدون ما يسووا حاجه، هذا بالنسبه لي مره كان دعم كبير لي. برضو مدرساتي، حتى مسؤولين الجامعه وعميده الجامعه والمسؤول عن ده المشروع اللي هي استاذه لينا كردي، يعني هي اكثر واحده وقفت معي من البدايه الين يوم المعرض. كده سؤال يعني جريء، بعتي؟ بعتي؟ انت ما بتبيعي، ما بتستثمريها ماديا؟ الا بس يعني من وقت يعني المعرض لين دحين، يعني المعرض كان فقط للعرض. مشروع البيع ان شاء الله هذه الخطه الجايه لسه بشتغل عليها ان شاء الله. ليه لا؟ طب انت صديقه للبيئه بتقولي عن نفسك. طب ما ادري، انا احس الورق برضه مش صديق للبيئه كثير، يعني برضه في جزئيه، خلينا نتكلم بصراحه. طيب. انه بنهايه الامر الورق ده عباره عن مواد كيميائيه واشياء يعني قد تؤذي، صح ولا لا؟ طيب. ولا ايش فكرتي انت؟ شوفي انت تخيلي مكان عندك الطالبات لما بيخلصوا اختبار بيرموا الهاند اوت، الاوراق الاختبار وزي كده بيرموها بتنرمي، تخيلي كيف بعدين العواقب بعدها. غير لما ناس مثلا بعد الاختبار بدل ما يرموها يستثمروها في شيء مفيد، مثلا ممكن كبزنس، كديكوريشن، ك يعني شوفي انت الفرق. يعني بدل ما هي تنرمي من مكان لمكان وتجيب عواقب سيئه، انا استثمرها في شيء مفيد ينفعني ويعجبني وينفع غيري ويعجبهم. ايش بتفكري ايش خططك للمرحله القادمه؟ ايش شايفه نفسك ايه؟ أنا بالنسبة لي المعرض هذا إن شاء الله هو كان الخطوة الأولى. زي ما قلت لك هو كان حلم، لو الحلم فضل حلم ما حيتحقق، لكن لما الحلم ينتقل لهدف الواحد بيسعى لده الهدف وبيحققه، بيستثمر كل الفرص عشان يحققه. فالحمد لله من هدف صار واقع. فأول حلم اتحقق، وإن شاء الله حيكون الخطوة الباقي الأهداف إنها تتحقق كمان بإذن الله. بإذن الله. أنا أحييكي وأحيي ذكائك وعبقريتك، إنك أنت فعلا يعني اتجهتي لكذا اتجاه فن، ورغم انه دراستك بعيده لكن نجحتي في كل مجالاتك. يعطيك الف عافيه، شكرا لتواجدك سيدتي. الله يعافيك، شكرا. انا اشكركم. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره الفنيه ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير وخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كيف يحترم الاهل استقلاليتك بعد الزواج؟ سيدتي نت معك أثناء دراستك.
معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. كنت أعلم بأنه ما زال هناك بقية للقصة وأن هناك بقية مشرقة فيها بسيط من الأمل. المرض بالنسبة لي كان منحة وليس محنة. الطفل كيف يقدر يدعم؟ الزوج كيف يقدر يدعم؟ الأب كيف يقدر يدعم؟ فالخروج من هذه التجربة جعل منا أناس أقوياء لا تؤثر فينا صعوبة الحياة. اكتشفي أنت سرطان الثدي قبل أن يكتشفك هو. أنت بطلة معركتك، خوضيها بكل إيمان وأمل وإصرار وتفاؤل.